طاهر محمد طاهر لاعب كلنا عارفين بكواليتي او بجوده جيده لاعب جيد لما كان في المحله العرب لاعب جيد مع منتخب الشباب مع المنتخب الاولمبي هو كان دائما وابدا لاعب جيد انضم للنادي الاهلي وكان له بعض الفترات المتباعده كان بيادي بشكل جيد يعني ممكن تلاقي طاهر محمد طاهر بالكثير يلعب مباراتين ثلاثه ورا بعض بشكل جيد طاهر محمد طاهر النهاردة بعد ما سجل الهدف الأول للنادي الأهلي راح وعمل إشارة سيئة جدا ملقاش وصف تاني معلش يعني مش هجمل الكلام راح قال للجمهور هاتوا السورة الصورة اسكتوا اسكت ايه في البؤك ايه في عشان طاهر محمد طاهر افضل جناح في تاريخ مصر ما ينفعش تنتقده، ما ينفعش تقول أنه هو ما قدمش حاجه مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقول انه امكانياته الكبيره ما ظهرتش مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقول ان طاهر محمد طاهر ما ينفعش يخرج من الملعب. طاهر محمد طاهر اعظم من انجبته كره القدم المصريه متضايق انه كثير من الجماهير ان لم يكن كل جماهير النادي الاهلي زعلانه من مستواه ومن ادائه ومن عدم تمسكه بالفرصه. رايح يقول لهم اقفلوا بقكم. يا سلام يا سلام انا افهم في اوروبا مثلا في بعض اللاعبين بيروحوا يعملوا اشارات اللي هو وسكو تعمل كده اي حاجه بقى بس ده مثلا يبقى لاعب عامل مباريات كبيره قوي مسجل اهداف كتيره قوي مؤثر جدا مع فريقه وفي بعض الناس بتنتقد رغم من كل اللي عمله ده لكن طاهر محمد طاهر لا شيء لم يقدم شيء مع النادي الاهلي راجل في 32 مباراه مع النادي الاهلي مسجل هدفين وصنع خمس اهداف دي ارقام مدافع ده في مدافعين في الاهلي بيجيبوا ارقام اكتر من كده مفيش سبعة 27 مباراه بيلعب على التوالي ما كانش مسجل هدف مفيش طاهر محمد طاهر لو تفتكروا اول ما مارسيل كولر جه كان بيعتمد عليه دائما وابدا بشكل اساسي جناح ماشي مهاجم ماشي كل حاجه كان بيعملها طاهر محمد طاهر او كان بيعملها مارسيل كولر مع طاهر محمد طاهر عشان يديله الدعم والمسانده. كل الفرص مع النادي الاهلي ضياع لاعب مسجل 16 هدف فقط مع النادي الاهلي في مختلف المسابقات. بس. بس. مسجل 10 اهداف في تاريخه مع النادي الاهلي بالدوري بس. ورايح يعمل لنا كده يا سلام. يا سلام على الابهار. ايه يا ابني الجمال ده؟ احلى من محمد بركات؟ أحلى من حسام حسن أحلى من عماد متعب ظالمينك الطبيعي النهاردة كنا نخرج من المباراة نتكلم على إيه يلا طاهر رجع أهو سجل هدف وصنع هدف ما كناش هنتكلم على اللقطة دي ولا هنتكلم على ضربة الجزاء اللي اتشاطت بسذاجة شديدة كناش هنتكلم على ده كنا هنفرح ان طاهر محمد طاهر بيرجع تاني وفايق وفي مستواه انا بكره جدا اللعيبة اللي حاسة بأكبر من إمكانياتها ومن اللي بيقدموه بكرههم تتعمل لي كده ليه؟ بأمارة إيه؟ حاجات مستفيدة وراح لمين؟ راح للجمهور جمهور النادي الأهلي اللي هيعمل طاهر وهيعمل غير طاهر وعمل لحسن من طاهر مئة مرة كمستوى أداء ومجهود راح تعمل للجمهور يا سل... انت عايز ايه من الجمهور يعني عايز يقولوا عليك لعيب عظيم عشان انت حاسس بنفسك لعيبة عظيم انا بالنسبه لي بالنسبه لي بشوف طاهر محمد طاهر في الاعلانات اكتر ما بشوفه في الملعب او اكتر ما بشوف تاثيره في الملعب هو راجل نجم اعلانات هايل بصراحه ونسقف له بيعمل اعلانات حلوه جدا في الملعب بقى ايه لا شيء والراجل يديله فرص مفيش خد كمان فرصه مفيش النهارده اهو اهو ربنا بيكرمك فبدل ما تروح وتقول الحمد لله الحمد لله بتفتح معايا تاني وربنا بيكرمني رحت عملت كده وسبحان الله بعدها بتضيع ضربه جزاء. الواحد لما يحس انه مش ماشيه معاه بيتشعبط انه ربنا يكرمه. فاول ما ربنا يكرمك ليها كماله بس مش هقولها يعني. اول ما ربنا يكرمك ما 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 تصونش النعمه. سبحان الله سبحان الله يعني.